مشاهد القصف والنزوح والمعاناة اليومية كانت كفيلة بتحويل الطفل عبد الله إلى طفل انطوائي يفضل العزلة على اللعب مع أقرانه. رغم محاولات والده الحثيثة لإعادته إلى ما كان عليه، إلا أن حالته لم تشهد أي تقدم. وقع صاروخ بالجنب من بيتنا. عند الطفل عبد الله تأثر كتير بالأصوات، وأخا حالة العزلة وحالته النفسية كتير تأثر بها. طبعا احنا نزحنا بعد هاي الصواريخ وسكننا بالخيام. بعد ما سكننا بالخيام ظلت معه هاي الحالة النفسية. كل الأطفال بيلعبوا بيروحوا مدرسة، هو دائما بعزلي بياخذ وقت سماع. حتى الطيران رافقنا وإحنا بالمخيمات، هو تعرضنا للقصف مرة أخرى بالقرب من المخيم اللي عايشين فيه. أثناء أصوات الطيران أو القذائف بحط إيديه بإداناته. تعمل بعض منظمات المجتمع المدني وبدعم من منظمة اليونيسف على إطلاق مبادرات لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك من خلال افتتاح مراكز توفر لمئات الأطفال الذين يعيشون في مخيمات النزوح التعليم المجاني والحماية الاجتماعية التي قد تسهم في الحد من عواقب الفقر الذي تشهده المنطقة. كما هو معلوم، نتيجة عمليات النزوح والتهجير المستمر هناك انغلاق للأطفال وتواجدهم ضمن مراكز الإيواء والمخيمات بشكل دائم. نعمل في المشروع على إخراج هؤلاء الأطفال من الجو العزلي الذين يعيشون به، إلى التعرف على بيئتهم الاجتماعية، إلى الاندماج مع المكونات الأخرى في المجتمع مع الأطفال الآخرين، وتحديث علاقات أو تطوير علاقاتهم الاجتماعية مع بعضهم البعض من خلال إقامة الصداقات فيما بينهم، من خلال إقامة الأنشطة التعليمية، الأنشطة الترفيهية. تشير منظمة اليونيسف في تقاريرها إلى أن أكثر من 5.5 مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة، وأهمها التعامل مع آثار النزاع وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الأطفال ومقدمي الرعاية على التعافي من الصدمات. يرى بعض السكان أن مشاريع الدعم النفسي والدمج المجتمعي للأطفال ليست بالمستوى المطلوب، لكنهم لا ينكرون أنها تسهم إلى حد ما في كسر عزلة الأطفال وإفساح المجال أمامهم للتعرف بشكل أكبر على محيطهم ولتخطي حواجز الخوف. يمان السيد الحرة، محافظة إدلب.